كل الود التقدير لكل السادة المشاهدين في كل مكان، كل الناس اللي بيتابعونا داخل وخارج السودان. مساء الخير، أمسية جديدة على قناة الخرطوم الفضائية من هذا المساء الراتب، أسعد فيه بصحبة كل المتابعين وكل المشاهدين، وأسعد فيه بضيفي داخل استوديو هذا المساء. هذا المساء هي مساحة للفن، مساحة للطرب، على أنقام أستاذنا ود البكري. مرحب بك كثير الأستاذ الفنان ود البكري، وسعيدين جدا بوجودك معنا في هذا المساء. أهلا بكم والله، وفرصة سعيدة، وكل سنة وانتم طيبين، وأنا سعيد جدا بهذه الفرصة التي جمعتنا بقناة الخرطوم، ولكم كل التحية. كل الود والتقدير أستاذ ود البكري. وأستاذ ود البكري، خلينا نجمل المساء ده بواحدة من الأغنيات بداية كده، بعد ذلك نخش في مضابط الحوار. حنسمع شنو؟ حنسمع العيون السارقة صمتيه للشاعر الهادي آدم، وهي من أغاني تمتم المقعد، وبنهديها برضو للشاعر الهادي آدم وله التحية. تفضل.
زينة حياتي قلبي ما بزعد بدونك حبيبتي والبرق بس مسنوني الليلة كل أمال ضاعت يا زهر عطرت كونك سلام. شكرا استاذ ود البكري وشكرا للشباب الفرقه طلال والشباب شكرا كثر خيركم كثير. اهلا بكم. دل الجنود اللي دائما ما يضغطوا عنا سهون ود البكري. في كيمياء يعني في تجانس يعني بينك وبين الفرقه لحد بعيد. والله طبعا نحن ما على التوالي شغالين وعملنا متواصل يعني. هسه احنا بعد شويه ماشيين حفله في بشاقره ان شاء الله. والبرنامج مليء وحافل يعني ان شاء الله. ود البكري مسيره فنيه زاخره بالمنتوج الفني الخاص، وود البكري فنان بيتميز بالتطريب العالي في اداء الاغنيات. والله طبعا انا لي طبعا ستايلي الخاص، ودائما بحب يعني بميل الاغاني ذات الشجن العالي يعني لانه جمهورنا ذاته داير يسمع وداير يطرب والكلمات ذات المضمون يعني. اغنيات مرتبطه بالحنين ومرتبطه يعني بعدم الجفا، اغنيات بتخاطب الطيور المهاجره، بتخاطب المغترب كل حاجه ولا السفر، يعني القصه شنو يا عبد البكري؟ والله نحن طبعا هو الواحد زي ما ذكرت لك انه نحن ملامسين الساحه يعني ما بعيد عن وجدانيات المستمع. انت في الحفله بتعرف انه المستمع داير شنو
بيكره شنو، من خلال أداك بتعرف يعني حيثيات المستمع. فحتى ناسنا ناس الغاليين ذاتهم خلقوا فينا الروح الأداء السخن، يعني بيميل لأغاني السيرة، وإنت بتغني كده الغبار يقوم، يجيك واحد بعكاز مرات تطقك تقشها ما تقدر ترد له، وشغل يعني ممتد بربط، ما في تجيز يعني ما هي فرقة. طيب ود البكري بالنسبة للمكان، بتلقى نفسك لما تغني في صالة ومكان مقفول، ولا بتلقى نفسك لما تغني في حيشان وديان وناس كده يعني طبعاً مكان مفتوح يعني؟ طبعا وانا الصالة ده طبعا يعني مصطنع يعني تجامل، ولازم تكون في برستيج عالي انك انت يعني جاي تجامل الناس على هو طبعا هادي وجميل وفي رونق جميل. انت قاعد تلقى نفسك في الحاجة دي؟ والله بجامل يعني لكن اكثر حاجة بتلقى نفسك في الخلا والحيشان وكده، راسك كله شفتها، وبتاع الجيتار يرفع سماعته، وبتاع الاورجن يرفع اورجنه، لكن الصالات دائما في زخم وانت تكون متحفظ في تحفظات وكده، تحفظ يعني برستيج، الزول بخاف على البدله وكلام زي ده صح؟ بعدين حتى الوان البدله ذاتها بتجيب البدله البيضاء عشان ما في الصاله، اما في الخلا ده الا البدله نفس التراب، عشان كان واحد دقت وطا وخدت بيك يده تصهر اصابعه الخمسه في البيضاء. طيب ود البكري زي ما انا ذكرتها منتوج من الاغنيات الخاصه. البدايات يعني عادي الناس بيبدوا باغاني الغير عشان المستمع يجي صوته باعمال مسموعه. لكن اتجهت في فتره مبكره لاغنياتك الخاصه وتعاملت مع مجموعه كبيره جدا من الشعراء وكده. يعني حتى الاغنيات ذاتها فيها بصمه، يعني حتى النفس المفرده الزول ممكن يقول ده شاعر واحد الكاتب كل الاغنيات. وانت كفنان مجرد ما الناس تسمع الصوت المتفرد ده بيكونوا خدتين في ذهنهم انه دي حاجه جديده. يعني مثلا ممكن اجيب لي عندي نوع من الزهور وجبت لي زهره جديده لسه ما فتحت البتلات بتاعتها. ايوه لو فتحت بتلات ولقيتها نفس الزهور اللي عندي يعني بكون ما لها اثر، لكن لازم تكون شايله نوع اخر، رائحه اخرى. فهنا ممكن تظهر حيثيه الفنان في التفرد ولكل لك طبعك الخاص. يعني ممكن اغني اغنيه الفنان الثاني لكن بطابعي انا. جميل. طيب استاذ عبد البكري انا دارك تتخيل نفسك ما في استوديو، تخيل نفسك في واحدة من المناطق اللي انت بتحبها وبتغني فيها، نقوم نسمع عمل ثاني. جدا انا هغني اغنية كوستي للشاعر مكاوي عبد المولى من كوستي ذاته. يا سلام. وهو راجل مبدع يعني وراجل كتاب، وبنحيه من هذه الدائرة، بنحيي اخونا الشاعر مكاوي عبد المولى، ونتمنى له مزيد من التقدم والازدهار في مجال الكلمة. يا سلام. هو راجل صانع الكلمة يعني. لو التحية والله من هنا في هذا المساء نسمع لو التحية.
في ضي الصباح ضي البنية تعليدة ودي فاكرين مفرقين ودي روح مخدر هيدا ودي روح مخدر هيدا ودي روح مخدر هيدا في ضي الصباح زي البنية التعليدة فيكي شاطي النيل مدفي ودي روح مخضر هيدا ودي روح مخضر هيدا ودي روح مخضر هيدا
مرحبا من جديد مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. شكرا لك البكري، نجدد لك الترحاب مره ثانيه. اهلا بك والله. اهلا بك. ود البكري طبعا الغنى في كرسي صعب بالنسبه لك، الغنى احساس طبعا. ود البكري ده قبل ما نسجل قال يا جماعه ما بقدر اغني قاعد، او يغني قاعد بيغني واقف. الغنى ده هو شنو؟ روح. لكن لي بروتوكولات التصوير عشان كده ما مشكله، استحمل شويه. ما مشكله، دي بتمر. الغنى احساس يا ود البكري، صح؟ ايوه. بتحس بشنو يعني؟ والله بس رعتينك رعتينك ما منطلق في الصوت. نحن كمان تعودنا على سبيكر الساوند ذاته بيديك ركوز مع الالات. بيكون عندك تيونر مع ركوز مع الالات، لكن السنه سامع صوت العده لكن صوتي ما سامع عشان كده يعني. لكن مره تسجيل الاستديوهات بيختلف من الحفلات. أيوة احساس. أيوة الاستوديو. أيوة احساس الحفله بيختلف طبعا. ايوه الحفله ذاتها طبعا اشكال والوان من البشريه، وبتحول نظرك من جاي لجاي، بتشوف اللي بيضحك، بتشوف المنسجم، لكن الاستوديو هو طبعا صامت. يعني بنقول عليه لا الشباب ده ما هو مصورين، شايفهم متفاعلين مع الغنى كده. وينهم ده؟ الشباب المصورين ده مصورين ما شاء الله روحهم عاليه. طيب يا ود البكري، احساس الحفله يعني ود البكري مشهور مشهور بحاجات معينه كده يعني، خاصه في الحفلات. الرميه والايقاعات المختلفه، الايقاعات بتاعت الحنين، ايقاعات السيره. أيوة. والغنى ذاته فيه بصمه يعني. أيوة. يعني اغنيه لو غناها اي زول ثاني الناس بتعرف انه الاغنيه دي بتاعت ود البكري. ايوه والله. طبعا احنا عندنا زمان بعد جينا نجيز اصواتنا، فنان معزف عود ما كان بيجوز له صوت. انت في اثناء نشاتك انت لازم عشان تحكي التيونر بتاع صوتك ذاته على العود، وتقدر تخلق من الفسيخ شربات، من المستحيل يعني. طيب. انا كده تطلع اغنيه، لانه في الساعه دي انت ما جنبك بتاع اكورديون، لا جنبك بتاع جيتار، لازم تنضج بالعود وتصنفر الساحه بالعود، وحتى ظهورك ذاته بيكون معتمد على نفسك. صح. اذا تقنع ناس الحله، تقنع ناس المحليه، تقنع ناس الاغليم، ومن يسمى السودان جنرال. بتكون تقنع ناس البيت ذاته، لانه العود هو بيكون يعني صحبتك يعني في البيت. انت في البدايه لو ما صنفرت الساحه وجيت للساحه جابك الاعلام، بتكون تحتك هاويه. لانه قمت بخطى ثابته بدون بنيه تحتيه يعني. يا سلام. انت لازم تكون الجمهور عرفك قبل ان تاتي الاعلام. يا سلام. بعملك. يا سلام. لكن فنان جابه جمهور استمراريته ضعيفه، اعتقد هو حسب نظري انا. فنان جابه الاعلام. يعني فنان يجيبه الاعلام ممكن يكون مصطنع. يعني هسه انا في فنانين في الساحه يو، لكن هسه ما شايفهم، انا ما داير اذكر اسمائهم يعني. تضعضع يعني في سنين قليله يعني. ود البكري بعيد من الاعلام ليه؟ تمرد ولا الحصر؟ لا انا ما بعيد من الاعلام. والله الاعلام يعني انا قبل كم يوم والله ضربت لي يا معيد لبرامج، قلت له والله انا بعيد. وين يا زول؟ قلت انا في حته اسمها عمود دي شرق سنار. بتسافر كثير يا ود البكري؟ السفر الكثير ده هو لابعدك من الوسائل فعلا هو ذاته كمان الاعلام ذاته. انت بعد تجي طلع كده قالوا زور غبه انت تزداد حبا يعني. يا سلام. فنحن عندنا دي مغوله يعني. ود البكري احنا بنحبك شديد والله. الله يكرم استاذ عباس يا اخي، وانت ذاتك راجل راقي يعني. وانا اشكر كل الاخوه معانا في الاستاف وفي الاستوديو. تسلم كثير. وانا روحي عاليه جدا ليله، لانه دي اطلاله من خلال قناه الخرطوم، ولهم الشكر والتحيه. تسلم كثير. حنسمع عمل غنائي جدا. نسمع السيره ولا نسمع شنو؟ نسمع اغنيه السيره ان شاء الله. تمام. تفضل يا اطلال. فرق القبلة الليلة كتر خبتو، خلى العاشقين فوق الفراش ما يسبتو. الزول عمل حسابه أولى ليه استبتو، وما يشابل الحاجة بقد ما قدرتو. من عبد الكريم شقم سنيطه وقفه، قال لي بدور سلام عقب الحفيره ولفه. شارف ود خزين للدالي قام بيخفه، قط السمحه في جبل الحجر ويتكفى. احنا قلوبنا ما بينزل خفيف في داري، ما شاد عديل بالدرب المشوب وكباري. راسيات الجبال كيف الزحزحان حجاري،
والبلد المحن لابد له لصغار والبلد المحن لابد له لصغار إبراهيم سلوى المشتول في عنيم سلوى الليل قوم يا بنية اتفتح شوية زمانة مخبي قبلية في النوم عرض ليا سلوى دلالي لجوز القمار هنا دا الليل طيارة طارت بي سواق صهي بي طالب من ربي بسلوى تجمعني كل يوم جديد بشكل
علينا، بنفتخر فيه بماضينا، ونفتخر أن عظماء التاريخ كانوا جزء مننا. بنتذكر أنه نحن عندنا تاريخ عريق بمهد لأولادنا أحسن طريق. وبننبسط أكتر لما صفاتنا السمحة تحكي عننا. سباقين دايماً في الإنجاز، لأنه ما بنقبل غير الصدارة، وحريصين جداً على مكانتنا المزروعة في القمة. غرسنا بذرة أملنا، وحصدنا نجاحات دعمت عملنا، عبرنا ووصلنا وأرضينا طموحاتنا، في حساب السنين كملنا 60 ولسه مكملين. مصرف المزارع التجاري، ماض عريق وغد مشرق. الجديدة والوحيدة اللي بتديك أكتر، ماكينات نقاط البيع، البطاقة المصرفية وتطبيق كاشمان، كله دفع خدمة واحدة بتديك أكتر مع نظام النقاط والهدايا، لأنه كاشمان للعايز أكتر. بنك النيل، مصرفك وأكثر. من أعتق محال الأقمشة سوق أم درمان، قمر للأقمشة، جميع أنواع الأقمشة والملبوسات، أجود أنواع القطن، هندي، مصري، سويسري، زبدة يابانية وأندونيسية، جرباني أندونيسي، كتان وتترون صيني، مطرز، داماس وفاخر، أمازون سويسري وألماني. قمر للأقمشة، جميع مستلزمات الأسرة العصرية، أحذية، ملابس، إكسسوارات. أهلا بكم، قمر للأقمشة. اهلا وسهلا من جديد احبابنا، احباب المسافه في كل مكان، تحيه خاصه جدا لكل اللي انضموا لمتابعتنا في منتصف المشوار المسائي بصحبه ود البكري. برحب بك مره ثانيه ود البكري. اهلا بكم والله، وفرصه سعيده يا اخي. ومن هذا المنطلق انا بحيي كل المستمعين والمشاهدين، وبوصيهم برضو الناس تتباع مساحاتها حتى لو في الحفلات او في البيوت، انه شر الكورونا يعني اقتحم. فبقول لهم حق الناس تغسل يدينا وتتباعد مساحاتها، وعلى الأقل يعني نرشد نفسنا ونكون قدمنا خدمة لأنفسنا يعني. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكتب السلام إن شاء الله لكل المصابين، وإن شاء الله ربنا يبعد عنا الشر الوباء يا ود البكري. ود البكري صنعت قاعدة جماهيرية كبيرة جدا في الفترة دي، وأصبح عندك جمهور كبير، جمهور بيستمع لود البكري، بيستمع لود البكري في الحفلات، لود البكري في الشارع، في المواصلات، في العربية، في البيت. يعني سر حب الجمهور لود البكري شنو يعني؟ والله أنا طبعا بجوب كل المناطق، بعرف سحنات كل المجتمع،
يعني غنيت في الشرق، غنيت في الجنوب، غنيت في الغرب، غنيت في سواء خارج الوطن. المامي بالتجوال ده قدرنا نعرف من أين أكل الكتف. ها؟ يعني هسه أنا بعرف مثلا غنانا لناس الشمالية موسم البلح بحشوا البلح في شعر تزع ده غناهم. أيوة. غنانا لناس الجمعية هنا يا ملبامي والطماطم ده موسمهم. وانا هنا الكبابيش هنا انا موسم الخرفان للضحيه هنا. يعني سندات انا مقسم لك السودان، بعرف كل شهر بغني وين او كل اربع شهور بغني وين. بعد ذاك يعني انا ملم، يعني بعرف ديل بدور يقاع شنو، ديل يقاع التمتم، ديل يقاع السيره. يعني انا صار الحاجه ذاك اكتسبتها من الحفلات الكثيره والغنى في المسرح خلال العمل في الساحه. يعني طيب يعني انت الليله ما ممكن تجي فنان بس دار رشيد غنى العاصمة ما تغني في حتة تانية، ما ينفع. الخرطوم غناهم برا، ما هو مطرح ناس الخرطوم برا وناس الشرق برا وناس الغرب برا وناس الوسط برا. طيب بس احنا غنانا هنا شنو لاحظنا هنا شنو؟ والله اقول لكم حاجة كده، يعني انا حغني يا زمن وين البداية كلمات اللمين من منطقة ام سيالة، وبقول له سلام عليك وتحية والشكر له ولكل ناس ام سيالة. وايضا من هذا المكان بحيي الشيخة من منطقة الدرادر وأخونا أبو البدوي وكل الذين انضموا إلينا في المشاهدة. وحغني يا زمن وين البداية يا سلام. كلمات اللمين الفرحة دائما في سمايا.
في الحنون بس ما فيه صغر الصبايا بس ما فيه صغر الصبايا بس ما فيه صغر الصبايا يا زمن وين 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 البداية يا زمن وين 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 البداية يا عمر خاف النهاية ما السنين بكرة بتعدي ما السنين بكرة بتعدي وبقى دون أيام برايا شكرا شباب في الفرقه وشكرا للدلبكري والدلبكري يمكن احنا خلاص يعني عليه وشك ايوه انه نخلص المشوار الجميل ده أيوة. وصراحه يعني استمتعنا بالوقت جد يعني استمتعنا بالاغنيات منتوج غنائي خاص جميل رائع جدا جدا استاذ الدلبكري اخر محور يعني الاسم الفني بس الدلبكري لكن الناس قصه عبد الباقي محمد والكلام ده معظم الناس معرفة. طبعا هو الاسم اساسا الانسان ما بيتعمده انا مجرد ما اجي سنه اولى وفي الصف الاول وبيجي مرشد الفصل طبعا معلم العربي بيسال كل التلاميذ قوم يا ولد قوم يا ولد اسمك منو احسن احمد علي فالاسم الشاذ بيبقى هو ظل الاستاذ حافظه فبيجي قوم يا ولد البكري فكنت بشتكي الطلبه انه الاستاذ ده بيقول لي قام الاستاذ اخنا قال لي يا اخي البكري من جدك نفسك قد البكري هذا من الطفوله يعني الاسم ده نعم طيب استاذ عبد البكري الاسم الحقيقي طبعا عبد الباقي محمد البكري صافي عبد الباقي محمد البكري صافي الدين يعني. صافي الدين ايوه طيب استاذ عبد البكري انا شاكر لك وبجد يعني الزمن مشى سريع شكرا لك استاذ عبد كتر خيرك وشكرا اللي مجيك لاستوديو هذا المساء وان شاء الله باذن الله نلتقي بك في مساحات ارحب واوسع ان شاء الله باذن الله تعالى شكرا لك كثير نورتنا في استوديو هذا لكم الله فرصه سعيده والله شكرا كمان للشباب في الفرقه طلال وكلكم لكم التحية والله وحنختم بعمل عبد البكري تودعنا به وتودح كل السادة المشاهدين جدا أنا أحب لكم مذكرة أيام صفانة من الحقيبة نعم وإن شاء الله تنين مسامعكم إن شاء الله إن شاء الله شكرا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان إلى جديد الملتقى دمتم ودام الود بيننا وبينكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ختاما أيام صفانة Well, yeah.
الحياة والبرلين وفانا استفينا ظروفنا والحظ استفانا دينا به كل اقتراح من حديث يشفي الجراح في مغازل الشراح القمر في ضياه وآله والنسيم يهدينا أرواح الزهور اسكري داخل روضة ما فيش حسي وانا غير أن القمر يهتف بهوانا الزهر لين اخترب الزهر لين اخترب الطيور تجي طرب عاملة بزيقة قرب كب كب نحن سارع مجلسنا عامر في طرب في نشوة فيه الطواحب يا أمير الحسن يا سامي المكانة حتى لو أوجد مكانا أهدي لي تفاحة بس أو برتقانا يا غير شكور ضياء بل أجوق طعم الحياة انت ملهم من أغاني وانت مصدر فني ساسي شعوري انت